اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزال، لاعب المسلم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي من جديد، لكن المرة دي مش بسبب صورة مع أردوغان ولا حتى بسبب الصراع ما بينه وما بين اتحاد الكرة الألماني. مسعود أوزال خلال الساعات اللي فاتت يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي العربية والتركية والإنجليزية بسبب تغريدة كتبها يوم الجمعة اللي فات. هذه التغريدة انتقد فيها الموقف العربي والإسلامي اتجاه قضية تركستان الشرقية أو ما يسمى في الإعلام بأقلية الإيغور، هذه الأقلية المضطهدة من الصين خلال السنوات اللي فاتت. كتب مسعود: في تركستان الشرقية تحرق المصاحف وتغلق المساجد وتحظر المدارس وعلماء الدين يقتلون أو يقتلون، والذكور يساقون قسرا إلى المخيمات وتجبر النساء على الزواج من الرجال الصينيين أمة محمد صامتة ولا يدافعون عنهم، ألا يعرفون أن الرضا بالظلم ظلم آخر؟ هذا ما كتبه اللاعب المسلم مسعود أوزال على صفحته خلال الساعات اللي فاتت. طبعا آلاف التغريدات وآلاف التفاعلات وآلاف المشاركات لهذا الكلام واللي بيصدر تباعا عن هذا اللاعب، ليست هذه المرة الأولى اللي بيتضامن فيها مع قضايا الأمة العربية والإسلامية. الإيغور أو أقلية الإيغور الموجودة في تركستان الشرقية المحتلة من قبل دولة الصين سنة 1949 بتعاني مما يشبه المذابح المنظمة. أكثر من 1,500,000 إيغوري محبوس داخل معتقلات الصين وسط معاملة سيئة جدا وممنهجة. أيضا بعض الدول العربية تتضامن مع الصين وتدعم الصين في هذه القضية، بل إن حكومة عبد الفتاح السيسي رحلت قبل ذلك مجموعة من الطلاب الإيغور وسلمتهم لحكومة الصين. هاشتاج مسعود أوزال، هاشتاج أوزال بالتركي، كذلك هاشتاج مسعود أوزال بالإنجليزي تصدروا الترند خلال الساعات اللي فاتت في العالم بعد التغريدات. حتى الآن قارب على 1,300,000 تغريدة، منهم محمد بيقول: مسعود أوزال يعلن تضامنه مع الإيغور المسلمين في تركستان الشرقية، أمة محمد صامتة لا صوت لها، والمسلمين لا يدافعون عنهم، ألا يعرفون أن الرضا بالظلم ظلم آخر. محمود رفعت بيقول: مصاحف تحرق ومساجد تغلق. مسعود أوزال لاعب نادي أرسنال الأوسع شهرة وشعبية في أوروبا من أي لاعب آخر يطلق صرخة تضامن مع مسلمي الإيغور، لم نرى هكذا تضامن من غيره، بل للأسف رأينا محمد صلاح يلمع سفاح الشيشان بكأس العالم محاولا تحسين صورته القبيحة وغسل يده الملطخة بدماء آلاف المسلمين. جارينشي العرب بيقول: على رأس اللاعب مسعود أوزال المسلم الشهم انتقد أفعال الحكومة الصينية مع المسلمين الإيغور، بينما صمتت الحكومات التي تتهمها مصالحها أو تهمها مصالحها التجارية. هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي خلال الساعات اللي فاتت مع ما قام به والتغريدة والبيان اللي نشره اللاعب الألماني من أصل تركي مسعود أوزال، فيما خرجت مظاهرات أمس في بعض المدن التركية للإشادة بهذا الموقف الشح والموقف الأمين من هذا اللاعب. هذا الفيديو تم نشره أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد المدارس التركية، وفيها أطفال من أبناء الإيغور وهم يهتفون باسم مسعود أوزال. نتابع. Gözler yanar hre. Anne babaları faşist Çin toplama kamplarında olan Türkiye'deki tüm Doğu Türkistanlı öksüz çocuklardan selam olsun. Mesut ağabey, bizim gibi dünyanın unuttuğu mazlumların sesi oldun. بهذا الفيديو وبهذا التضامن وبهذه الحملة اللي دشنها مجموعة من الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات اللي فاتت تحت عنوان شكرا أوزال.